السلام عليكم. تحدثنا في الحصة الماضية عن المبتدأ والخبر وأنهم دائما مرفوعان، لكن اليوم رح أعمل لك رتم جديد إنه قلت لك مش دائما مرفوع. نأخذ إشي جديد عليك اسمه كان وأخواتها. كان وأخواتها عبارة عن أفعال ناقصة. ها أفعال شو مالها يا أستاذ؟ ناقصة. وهي الأفعال الناقصة بتدخل، شو معنى ناقصة يا أستاذ؟ بقول لك حبيبي، يعني ما بتكتفي بالاسم، اللي بعدها بدها كمان خبر يجيب المعنى كامل. وهي الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الإسمية. أستاذ يعني المبتدأ والخبر؟ بقول لك نعم، لكن بتنسبق في كان وأخواتها. رح تقول لي طيب ماشي يا أستاذ، طب شو بتعمل في المبتدأ والخبر؟ تترك المبتدأ مرفوع لكن بصير اسمها، يعني بصير اسمه اسم كان أو إحدى أخواتها. طب بعدين الخبر يصبح خبر كان أو إحدى أخواتها وشماله يا أستاذ، بيصير منصوب. كمان رح تقولي يا أستاذ طب عرفني على أخوات كان، بقول لك أخوات كان أو كان وعيلتهم هم من 13 عيل كبيرة. كان أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، ما برح، ما انفك، ما زال، ما فتئ، ما دام، وصار، وليس هؤلاء إخوات كان. طيب اعطيني امثله خلينا نتفاهم يا استاذ. بقول لك كان خالد مريضا. لو قلت لك خالد مريض مبتدا خبر سريع سريع، بتقول استاذ لا دخلت كان. بقول لك نعم، كان عندما تدخل على الجمله الاسميه ترفع المبتدا يسمى اسم كان ومرفوع، وتنصب الخبر ويسمى خبر كان منصوب. أستاذ يعني بتحول المبتدأ والخبر بيصيروا اسم كان وخبر كان؟ بقول لك نعم صحيح، مرفوع منصوب. وكذلك الأمر في بات، ما هي من أخوات كان. راح تقول لي الضيف إيه اسم بات مرفوع، وشبعانا خبر بات ماله منصوب. أظن إنه أمورك صارت 100%. نلتقي في مقطع آخر على نفس الفكرة تقريبا. السلام عليكم.